مع دكتور علي. بصفة عامة كده يا دكتور، هل هناك رقابة في المقام الأول من وزارة الصحة على جميع المراكز الطبية والمستشفيات الطبية الخاصة في مصر؟ طبعا ده شيء اكيد، لان هو ده العمل الاصيل بالنسبه لوزاره الصحه ومتمثله في الاداره المركزيه للعلاج الحر والتراخيص. شغلنا في الاساس رقابي ودعمي. انا مطلوب مني ان انا اراقب الخدمه الطبيه المقدمه من القطاع الخاص. القطاع الخاص بيمثل تقريبا العمود الفقري لتقديم الخدمه الطبيه الموجوده في مصر، شئنا ام ابينا. يعني هو ده اللي حاصل بالفعل. يعني رقم اتنين دعمي، لان القطاع الخاص انا لو ما دعمتوش الخدمه الطبيه في مصر تتاثر كتير جدا، بل بالعكس تبقى ضعيفه. المنشات الطبيه الخاصه بتطلع بتراخيص بقوانين، مش انا اللي بختار ده ينفع يفتح وده ما ينفعش يفتح، لا، في قوانين. قوانين دي معاييرها ايه؟ ابرز معاييرها ايه؟ ابرز معاييرها شروط الجوده تكون مطبقه في جميع المنشات الطبيه التي تقدم هذه الخدمه، لان احنا ناكد ان المريض المصري بيتلقى الخدمه بجوده، تمام، وان احنا بنتاكد الخدمه الطبيه دي بتقدم كما ينبغي. معايير الجوده دي محليه ولا عالميه؟ لا، هي في احنا كنا في الاول بنمشي بالمعايير العالميه اللي هو جي سي اي، وبعد كده قلنا الاعتماد شروط الاعتماد المصري بقت يعني اعتقد انها احسن دلوقتي من المعايير بتاعت جي سي اي. فاحنا ان شاء الله بنطبق حتى في التامين الصحي الجديد ان شاء الله قادم، وهيتطبق وهيتوجد على الارض باذن الله. بنطبق شروط الاعتماد المصري على جميع المنشات الطبيه اللي هتقدم الخدمه للتامين الصحي الجديد ان شاء الله باذن الله. انا بتكلم على ان الرقابه مش عشان انا اشوف مين يعني مين اللي بيتجاوز ومين اللي لا، الرقابه موجوده عشان اوجد علاقه سليمه ما بين ثلاث اطراف، اولها وزاره الصحه اللي هي المفروض المسؤوله عن صحه المواطن في مصر، وما بين مقدم الخدمه ومتلقي الخدمه. دول الثلاث اضلاع دول لابد يكون فيهم تناغم، وفي رباط وسيط جدا ما بين الثلاث افراد الثلاث يعني اطراف دول. اي طرف من دول بيخل بالشروط اللي هو المفروض الخدمه تتقدم بيها بتحصل مشاكل، احيانا بيبقى سببها المواطن. يعني عشان بس ما نستثنيش حد، القطاع الخاص انا طالب ان هو يقدم الخدمه وطالب انه يكسب، لانه لو ما كسبش هيقفل. لا لا طبعا، تمام، ده استثمار في النهايه. لكن في الاخر احنا بنراعي المواطن فعلا. الاسعار غلت عليه في كل حاجه، مش عايزين نقول في الصحه بس، كل حاجه في مصر غلت على المواطن بما فيهم الخدمه الصحيه. فهنا بنبتدي نوجد العلاقة، لابد ان تكون يعني الى حد ما رفقا، لان الناس مش طايقة. قرار فخامة الرئيس السيسي دلوقتي في حتة العمليات المؤجلة وفيروسي وقوام الانتظار، بل بالعكس كمان داخلين في الرعايات وفي الحضانات، ان احنا نوجد سرير رعاية خلال 4 ساعات بأسعار معينة الدولة اللي هتتحملها دي، هتشيل برضو عن المواطن حاجات كتيرة جدا جدا. يعني طيب، أنا الترتيب العلاقة أو يعني تنظيم وتهذيب العلاقة ما بين الثلاث أطراف اللي حضرتك ذكرتها دي لازم هدخل فيها بالتفاصيل إن شاء الله. بس اسمح لي أسأل